عندنا مثل في مصر بيقول خدمه اخر خدمه الغز علقه. يبدو ان ده اللي هيحصل لمحمود عباس ابو مازن، لانه ما بين فشل القمه العربيه وخروجها بلا اي نتائج، وما بين يعني تصريحات نتنياهو اللي بيهدد فيها المنطقه بيقول لهم اذا لم ننتصر في هذه المعركه فالمنطقه كلها في خطر. ده اللي قاله نتنياهو ونشرته السي ان ان، اذا لم ننتصر في حرب غزه التهديد يعني سيطال المنطقه كلها. لكن الحقيقه مع يعني اهو الراجل كاتبها اهو تويتر بيقول انه او بيهدد يعني مع تعالي تصريحات نتنياهو المهدده دي. كانت الصحف الاسرائيليه بتتكلم عن مشاكل في العمليه البريه وان التهدئه هتكون سلبيه لاسرائيل. يدعو تحرنوت قالت ليس من المؤكد انه بعد ما فتره الهدوء سيكون من الممكن استئناف المناوره البريه. الاسئله كتيره قوي يعني. طب السؤال، هل القمه دي بالفعل كان ليها قيمه؟ هل وصول القمه لاسترضاء مجلس الامن عشان يعمل مؤتمر سلام كان الحل الاخير؟ هل التحدي اللي اعلنه نتنياهو حقيقي ولا بيغطي فيه على فشله السياسي والعسكري؟ كل دي امور الحقيقه محتاجين نناقشها مع ضيوفي وضيوفكم الدكتور ربحي حلوم الدبلوماسي الفلسطيني السابق. دكتور ربحي اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا اخي الكريم، اهلا بيك. يا رب اكون بنطق الاسم صح. صح. طيب كويس. دكتور ربحي خليني اسالك سؤال. يعني تتحدث السي ان ان القمة العربية الإسلامية خالفت توقعات المواطنين العرب، بينما رأى بعضها انها يعني كويس انها ادانت العدوان واكدت على حق فلسطين في دولة على حدود 67. ما تقييم حضرتك كفلسطيني وكمراقب وكدبلوماسي في هذه القمة؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم اخي الكريم. حتى أكون صريحا معكم ومع المشاهدين، أنا لا أعلق آمالا على الإطلاق على القمة، لأننا سبق لنا أو أن يعني عاصرنا عديد من القمم لسوء الحظ أنها كلها لم ترقى إلى مستوى الأحداث التي تمر بها الأمة العربية، سواء هذا الحدث الذي نمر به اليوم أو ما سبقه من أحداث. نحن نزعم أننا نزيد عن 400 مليون عربي ومليار مسلم وإلى آخره، لا و22 دولة. أنا أرى أن أحدا من ال22 دولة حتى أكون صريحا لم يرقى بمسؤوليته إلى مستوى الحدث الذي نعيشه والذي يعيشه أهلنا في غزة العزة، الذين الآن يفترشون الأرض لجرحاهم وشهدائهم ومستشفياتهم ومستشفياتهم يعني تحيط بها دبابات العدو، وكأن الأنظمة العربية كلها متفرجة دون أن يقدم أحد من هذه الأنظمة على إجراء بيده ولا يكلفه شيئا إلا الإرادة. لسوء الحظ أن الإرادة غير متوفرة لدى مسؤولين الاثنين والعشرين لمواجهة هذا الحدث ولا غيره من الأحداث، وبالتالي فشعبنا الصامد في غزة العزة يعني لديه الثقة ب إرادته وعزمه وتضحياته، فتلك هي التي تصنع التاريخ. وكنا نأمل أن تساعد قمم أمتنا وتدعم وتساند مواقف إخوتنا وأهلنا وأطفالنا ونسائنا في 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 قطاع غزة يعني على الوقوف والصمود بوجه هذه الهجمة الوحشية. يعني في نظر حضرتك أن هذه القمة يعني ألحقت بالقمم السابقة كلها في تاريخ. خليني طيب
ارحب بالاول الدكتور حسام شاكر، الاستاذ حسام شاكر الكاتب والباحث في الشؤون الدوليه. استاذ حسام اهلا بحضرتك. تحيه طيبه لك يا عزيزنا استاذ محمد، للدكتور العزيز ربحي والمشاهدين والمشاهدات. خليني اخذ من نهايه كلام الدكتور ربحي يا استاذ حسام، وهو الرجل علق على هذه القمه انها كالقمم السابقه لم تضيف شيء، لكن نشرت العربي الجديد ونشرت احدى الصحف الاسرائيليه ان هناك دول عربيه تقدمت بمجموعه مقترحات، منها تجميد علاقات مع اسرائيل، ضغط بسلاح النفط الى اخره. يعني يعني هذه الاقتراحات نشرت، انا لا يعني اتي بشيء من عندي، ولكن بعض الدول العربية رفضت هذه الاقتراحات، وقد يعني نشرت بعض أسماء هذه الدول منها مصر والإمارات والسعودية. سؤالي للدكتور حسام، أستاذ حسام، لماذا ترفض السعودية والإمارات ومصر مثل هذه الاقتراحات؟ في الواقع بصرف النظر عن قائمة الدول التي يمكن أن تكون قد أعربت عن رفضها لمثل هذا، من الواضح أن المشهد العام للقمة العربية هو غياب الإرادة السياسية. يعني من الواضح حتى من يقرأ البيان الختامي يلحظ أن ثمة حشد من المواد، من المقررات التي تفتقر حتى للانسجام فيما بينها، وأيضا توجد غياب واضح في الشكل، في التوقيت للإرادة السياسية للتعامل مع حدث، مع موقف يمثل إبادة جماعية، تطهير عرقي، نكبة جديدة يراد إلحاقها بالشعب الفلسطيني. وبالتالي المشهد يمثل مأزقا للعمل العربي والإسلامي المشترك، ويمثل بوضوح غياب للإرادة الجماعية للتعامل مع موقف لا يتعلق بغزة أو بالشعب الفلسطيني وحسب، وإنما يتعلق بالأمن الجماعي للإقليم بحياده. اليوم هذه القمة تعقد بينما حاملات طائرات وغواصة نووية وتحركات عسكرية من دول عدة في شرق البحر المتوسط على قرب يعني على تخوم سواحل عربية متعددة وإسلامية متعددة، وبالتالي الحدث كما قلت في شكله وتوقيته ونبرته يفتقر إلى الجدية، ولا يبنى عليه في الواقع استجابات معينة. اليوم صدرت أو بالأمس صدرت القرارات، ماذا شهدنا في الواقع من تعبيرات ميدانية مثلا بناء على هذا؟ الرسالة التي أرسلها العمل العربي المشترك أن ثمة غيابا للتوافق الممكن على خطة عمل واضحة، ثمة حالة عجز معينة. من الواضح أن دولا عرقلت بعض المقترحات العملية المحددة وقفت في وجه هذه الدول على ما يبدو لديها ترتيباتها مع القاعدة الاحتلال الحربية في المنطقة في فلسطين، لديها ترتيباتها مع الراعي الأمريكي، لم تدرك بأن موازين القوى في العالم تتغير، وأن أمريكا اليوم لم تعد كما كانت من قبل. أمريكا منذ حرب أوكرانيا عجزت هي وحلفائها الأطلسيين عن إلزام العالم مثلا بعقوبات على روسيا. اليوم هي تفقد أرضية أخلاقية وأرضية في الحشد ما يتعلق في الموقف في غزة. الموقف الغربي عموما لم يعد على الشكل الذي كان عليه. القمة العربية تعبر عن خروج العقل الاستراتيجي العربي إن وجد، خروجه من التاريخ إنجاز التعبير، عدم قدرته على استيعاب متغير السابع من أكتوبر، أنه عمليا يمثل حالة إخفاق بشكل أو بآخر. وهنا لابد أن نكون واضحين، إذا خذلت غزة ستخذل أي عاصمة عربية أخرى قد تواجه اختبارات قاسية لا قدر الله. وأنا نذكر أن دولا عربية أخرى كانت وجهة لحملات غزو واحتلال، بغداد على سبيل المثال دكت بشكل يعني يماثل ما يشبه اليوم في غزة تقريبا، ولم يكن ثمة استجابة عربية. ما يجري في غزة اليوم ليس رسالة لغزة والشعب الفلسطيني، رسالة للإقليم تقول لهم احذروا، إن رفع أحدكم رأسه أو غير مسلكه أو فكر بتغيير في قواعد اللعبة سيكون مصيره هكذا. عندما يتحدث قادة الحرب لدى الاحتلال بأنه سيكون مصير لبنان مصير غزة، هذه رسالة ليس فقط للبنان، رسالة للإقليم العربي بحياله. لا تحسبوا هذه الرسالة، لا تحسبوا أننا ضعفاء، صحيح أننا سحقنا على تخوم غزة، أننا عاجزون في الميدان، أننا لم ننجح في حماية أنفسنا في السابع من أكتوبر وبعد السابع من أكتوبر، لكننا قادرون على تدميركم. وأرجو هنا أن تقرأ بوضوح رسالة
القنبلة النووية التي بعث بها من قبل تصريح على لسان وزير احتلالي. في تقديري هذه قد لا تكون زلة لسان، هذه قد لا تكون عبارة طائشة، هذه في تقديري تمثل أيضا سواء أريد منها أم لم يرد رسالة إلى الأقليم بحياله. غزة لا يمكن تستخدم مع قنبلة نووية، لكن يمكن أن تستخدم مع دول المنطقة. وبالتالي الموقف الاستراتيجي اليوم يضع الحكومات العربية، العواصم العربية، الجيوش العربية أمام سؤال واضح: هل تقبلون بالهيمنة والاستعلاء لقاعدة الاحتلال في المنطقة على الإقليم بحياله أم لا؟ هذه ليست معركة غزة وحدها، ليست معركة الشعب الفلسطيني وحده، هذه معركة الأمة، معركة العقل الاستراتيجي الخاص حتى بكل نظام بحياله. في نهاية المطاف القاهرة، الرياض، العواصم العربية الأخرى كلها معنية أن تراجع السؤال الاستراتيجي الأساسي: هل ستكون في مأمن هي عندما تكون في موقف اضطرار معين من هذه الغطرسة القاتلة، هذا الصعود لآلة الحرب المدعومة بترسانة حربية غربية؟ في تقدير غزة تتيح للعالم العربي لحظة مواتية لتغيير قواعد اللعبين. حتى السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق أو الأسبق ذكر بالتفصيل أن طوفان الأقصى عادت القضية الفلسطينية مرة أخرى بعد أن كانت دفنت. طيب سؤالي للأستاذ دكتور ربحي، دكتور ربحي، يعني إذا لم نقم، وده اللي بتنمناه من الأستاذ حسام شاكر، إذا لم نقم بعملية نقد ذاتي لنفسنا، يعني إحنا الآن نحمل الحكام، نحمل إسرائيل، ولكن لابد أن نقف وقفة نقد ذاتي. أنا أرى خلف حضرتك مجموعة صور ليك يا دكتور ربحي مع أبو عمار، مع الملك عبد الله تقريبا، وأنت رجل دبلوماسي عتيد. يعني التاريخ يخبرنا أن منظمة التحرير الفلسطينية ارتكبت عديد من الأخطاء في فترات سابقة، هذه الأخطاء ربما عطلت القضية الفلسطينية، وأيضا وافقت المنظمة على بعض المعاهدات التي أخرت القضية تماما. السؤال الآن، ما هو تقييمك لمحمود عباس أبو مازن وهو يمثل السلطة الفلسطينية الآن كفلسطيني، فضل الصمت بعد إلقاء البيان الختامي ولم يعلق ولم نسمع له صوت؟ اسمح لي أن أكون واضحا معك في ردي على سؤالك. الصور التي خلفي هي هذا تاريخ، أنا بلغت من الكبرياتية وأبلغ من العمر 85 عاما، عاصرت المر والحلو، عاصرت الأحداث منذ طفولتي حتى اليوم، وعشت الحدث ميدانيا، و يعني أستطيع أن أتحدث بحرية مطلقة، وهذا دأبي منذ نشأت منذ طفولتي حتى الآن. أنا يعني لا أميل بولائي لأحد إلا لله. هذه الصور تجد مثلا من ضمن الصور التي ذكرتها، ليست يعني الصور التي خلفي هي صور مع ذو الفقار علي بوتو، هي للتاريخ، كنا في مؤتمرات ونروح ونجي نلتقي مع هذا وذاك، و يعني تجري لقاءات، ولا يعيبني، أنا لا أذكر، لا يعني لا أحتفظ بها من قبيل الاعتداد بها، إنما من قبيل أنها صور تاريخية ولكل صورة منها مناسبتها وحدتها، وهذا يعني ليس مجاله الآن نأتي عليه، لكنني وأنا أعيش الحدث الآن أشعر بمرارة كبيرة. يعني منظمة التحرير اعترفت في العام 1974، اعترف بها بال 1974 في الرباط، يعني كممثل شرعي في مؤتمر القمة في الرباط. نعم، وكانت وأصبحت ممثل شرعي للشعب الفلسطيني، لكن قياداتنا الفلسطينية بما فيها الراحل عرفات لم
يتخذوا من المواقف ما كان يفترض أن يتخذوه، وهذا ما دفعني أن أستقيل من كل مواقعي في منظمة التحرير عام 93 حينما انخرطوا في اتفاقية أوسلو، وكنت أول من وقف ضد هذه الاتفاقية على صعيد الفلسطيني وأعلنت ذلك، واستقلت من كل مواقعي وأعلنت موقفي منذ ذلك الحين، ووقفت ضد هذه القيادة التي وكانت لي كان لي لقاء مع الراحل عرفات، والصورة التي تفضلت عنها أنا أبقيها للتاريخ لأنها كانت يمكن واحدة، كانت آخر الصور التي جلست معه فيها ساعة ونصف وأنا أحاول أن أقنعه أن يتراجع عن التوقيع على أوسلو قبل التوقيع على أوسلو ببضعة أيام، وأن هذا عار تاريخي سيسجله على نفسه وعلى الشعب الفلسطيني. وحينما رفض وأراد أن يعني يقنعني أن هناك أن هذا يفتح الباب لنا للعودة إلى الداخل وننطلق من الداخل ونحول 100 بندقية في الضفة الغربية إلى غابة بنادق إلى آخره إلى آخره، كان موقفي واضحا، وقلت له يا أبو عمار أنت تقول أنك ستحول الضفة الغربية إلى غابة بنادق، لكن عدوك سيحول هذه البنادق إلى صدور شعبك، لأنك أنت تضع رقبتك في بين فكي كماشته، ولم يصل إلى ذلك، ولهذا استقلت. هذا يعني عرضا، ولهذا أنا أحتفظ بهذه الصور للتاريخ. لا أنا لا وأدرك الراحل عرفات متأخرا حينما كان في رام الله وطلب أن يلتقيني، وأرسل لي السيد أديب الزعنون أن أذهب إلى رام الله، قلت له أنا آسف جدا يعني هذا النداء متأخرا، لن أعود إلى رام الله تحت سيوف وحراب الاحتلال، لأنني سأكون أداة كما أنتم الآن. ولذلك كانت القطيعة بيني وبينه وتوفي وهو الآن بين يدي ربه، وتوفي والقطيعة قائم. موقفي كان واضح منذ البداية، وكنت واضحا لأنني يعني لا أريد أن أعود لذلك التاريخ لأنه تاريخ مر، ولهذا يعني شرف لي أنني كنت أول فلسطيني، أول مسؤول فلسطيني يعلن في مؤتمر صحفي رفضه لأوسلو قبل التوقيع عليها بثلاثة أيام، وأعلنت استقالتي في مؤتمر صحفي، وعدت إلى بيتي أناضل حيث أستطيع بوسائل خاصة بعيدا عن منظمة التحرير. وبالتالي الراحل عرفات أدرك متأخرا ما وقع فيه من خطيئة وما قاد إليها محمود عباس. وأنا هنا اسمح لي أن أقول محمود عباس هو عراب أوسلو من عام 1972، قال في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، وكنت في حينها يعني عضوا في المجلس الثوري في ذلك الوقت، قالها بوضوح: افتحوا قنوات مع الإسرائيليين في 72. ووقفت أنا والراحل يعني بعض الإخوة يعني بين يدي ربهم الآن، وقفنا ضد ذلك وابتعدنا عن أوسلو، وكل منا ذهب إلى بيته. عز الدين القلق رحمه الله والهمشري من قبله، حينما أدركنا أنهم سينخرطون في هذا المنزلق الخطير، وعدنا إلى بيوتنا لنناظر من حيث نستطيع، وانسلخنا عن هذا الجسد. دكتور الذي دفع حياته الراحل عرفات ولو متأخرا، وأدرك أنه انزلق في مطب محمود عباس. دكتور ربحي، أولا أنا أحب صحح، أنا لا أستطيع ولا أملك أني حاسب حضرتك على الصور، ولكنها لفتت نظري فتذكرت تاريخ المنظمة، وده اللي خلاني أو حالي بالسؤال. الحاجة التانية أسأل الله أنه يمد في عمرك ويبارك لك في عمرك، هذا تاريخ مشرف. الحاجة الثالثة يا فندم، أنا بس بقوم بالنقد الذاتي، لأنه
إلقاء التبعات والمسؤوليات على الآخرين دون أن نحاسب أنفسنا، وإحنا يعني سنوات يعني بنخطأ أخطاء كبيرة جدا، منها منظمة التحرير نفسها أخطأت مع السادات، أخطأت مع السعودية. يعني يكفي أنك تعلم أن منظمة التحرير أرسلت 3 لاغتيال أنور السادات قبل اغتياله، وراحوا بلغوا أنور السادات بأنه هيتم اغتيالك، والمخابرات صحيح. المصرية رصدت العملاء من المطار لحد الفندق في العتبة، فهذا صحيح. خطأ أخطأوا مع الملك حسين في الأردن وكانت حادثة أيلول الأسود. أنا لا أستطيع أن أقيم أحد، أنا بعمل نقد ذاتي يا دكتور. أنا آسف إذا كنت أثرت غضب من حضرتك أو زعل أو اتفهمت غضب. الحاجة الخامسة أو الرابعة أن محمود عباس نفسه في كتاب طريقي إلى أوسلو اعترف بأنه أول من فكر في الاتصال بالإسرائيليين في سنة 72 كما ذكرت حضرتك. يعني فحضرتك صحيح. غني عن الدفاع عن نفسك أو عن سيرتك الذاتية. الدفاع عن نفسي أنا أسر التاريخ أخي، يعني من قبيل من دولة سرد التاريخ ليس يعني دفاع. أنا بشكرك على سعة صدرك، لكن خلينا نروح للأستاذ حسام. أستاذ حسام، بعد هذه الجولة اللي ذكرها الدكتور ربحي، وهي جولة الحقيقة زي ما هو وصفها بأنها مرة مرار، يعني عقبات في طريق الى، كيف تصف او كيف تصف بانه او كيف ترى انه حتى الان نهايه محمود عباس انه نتنياهو لا يريده؟ يعني هذا الرجل الذي بدا مشوار تطبيع من 72 وتوصيات بالاتصال بالاسرائيليين، الان نتنياهو لا يثق فيه، وهو لا يرى انه حتى لابد ان يكون غير موجود في، يعني غير في الصوره. كيف تقيم هذا الموقف؟ لا، في تقدير أن قيادة الاحتلال هي تريد السلطة الفلسطينية من حيث المبدأ، تريدها لأنها تقدم عمليا خدمات أمنية لا غنى للاحتلال عنها في الضفة الغربية، لكن هو عمليا في ترتيبات قطاع غزة يقول لا أريد سلطة فلسطينية من أي نوع، بالتالي يريد أن يرتب الأمر بتوضيباته الخاصة، سواء يعني تمكن من هذا أم لم يتمكن هذا سؤال آخر، الميدان له الكلمة في هذا الأمر. لكن في نهاية المطاف نتنياهو لا يريد، هو والحكومات الاحتلال المتعاقبة لا تريد شيء اسمه فلسطين ولا شيء اسمه الشعب الفلسطيني، تريد من يخدمها أمنيا، يقوم بكبح الشعب الفلسطيني. وأيضا هنا الحديث كان عن فكرة المقولة الأساسية كما ذكر الدكتور ربحي، كان الرهان على اختراق المجتمع الصهيوني كما كان يقال. الواقع صار عكسي، إنه تمكن الاحتلال باختراق الواقع الفلسطيني، الإمساك بخناقه وإدخال السلطة الفلسطينية في المصيدة. اليوم أداء السلطة الفلسطينية يبدو أنه أداء عاجز جدا، غير قادر على تحريك ساكن أو تسكين متحرك أو إبداء موقف جاد، سوى أنه يخدم الاحتلال أمنيا وأيضا سياسيا، وهذا شيء طبعا مؤسف. طيب خلينا أروح للدكتور ربحي مرة تانية. دكتور ربحي، الول ستريت اتكلمت عن رفض الفصائل الفلسطينية أن تكون مصر وحدها الوسيط في ملف الأسرى. لماذا في رأيك هذه التخوفات من الفصائل الفلسطينية تجاه مصر؟ أعد السؤال لو سمحت. الول ستريت جورنال بتكلم أو تحدثت عن رفض الفصائل الفلسطينية أن تكون مصر وحدها في الوسيط في ملف التفاوض على الأسرى. نعم. في رأيك أو في تقديرك كرجل سياسي محنك ودبلوماسي، ما هو الهاجس الذي جعل أو دفع الفصائل الفلسطينية لرفض أن تكون مصر هي الوسيط الأوحد؟ أخي للأسف الشديد، حينما نقول الفصائل هناك 6 فصائل تقريبا، يعني رئيسية أستطيع أن أقول، وهي تسمى فصائل. البعض يظن أنها يعني أكبر فصيل لا يضم إلا 5 أو 6 رجال حتى الآن من العيل الرعيل القديم، وبالتالي ومعظمهم مقيمون في يعني في إحدى العواصم العربية في دمشق، وبالتالي لم يعد هناك شيء اسمه فصائل. هي انخرطت في أوسلو من خلال التفافها حول عباس، لأن عباس يعني دعني أقول يعني أنا شخصيا عاصرت عباس منذ البدايات منذ 60s القرن الماضي، وبالتالي عباس طرح بالعام 72
في المجلس الثوري لحركة فتح قال افتحوا القنوات مع الإسرائيليين ما تخافوش من 72. وكما قلت يعني أكرر تصدى له عز الدين القلق ورحمة الله عليه، كان ممثل لنا في باريس وكل الإخوة، وأنا كنت أحد هؤلاء، لا أريد أن أتحدث عن نفسي وتحدث عن الآخرين على الأقل. قالوا له ما الذي تقوله؟ رفضوا طرحه، ومنذ ذلك الحين اتفقنا جميعا في المجلس الثوري على مقاطعة محمود عباس، ولذلك تولى مهمة مسؤول مالي حتى يبتعد عنا، وصارت قطيعة بيننا وبينه. وأنا لم أستطع أن أكمل، آخرين غيري ما زالوا حتى الآن وعادوا إلى مواقعهم وهم موجودون من حول عباس، لكن ولذلك استقلت بالعام 73 بإصرار، وكنت أول من يستقيل. ومنذ ذلك التاريخ استقلت من كل مواقعي في منظمة التحرير ومن المجلس الثوري لحركة فتح وإلى آخره. وبالتالي منذ ذلك الحين حينما أيقنت أنه ذاهب منخرط في 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 الإثم، وكنت حقيقة كنت أتوقع، لأنني أعرف محمود عباس عن قرب، محمود عباس الذي طرح في عام 72 مبكرا جدا موضوع انخرط، فلننخرط مع اليهود، سماهم مع اليهود، فقال له عز الدين قلق ذلك هل تقصد أن انخرط؟ قال هو قال انخرطوا مع الإسرائيليين، مع الإسرائيليين وما تخافوا. سألوا عز الدين قلق قال له أنت هل تقصد ننخرط مع اليهود في يعني لقاءات؟ قال يهود إسرائيليين عصهاينا ما تخافوا. وأدركنا منذ ذلك الحين، وكانت القطيعة، أنا تعرضت لثلاث محاولات اغتيال أخي الكريم بعد أن علنت موقفي بال93 من محمود عباس بهذا الوضوح، وحتى الآن أشكل بالنسبة له الغريم الأول أو العدو الأول، ويلاحقني أينما ذهب حتى يحاول حصاري أينما سواء في أي ساحة أتواجد فيها. وبالتالي هذا وسام أعتز به وما زلت وسأظل، لأنه منذ ذلك التاريخ كان يعرف إلى أين هو ذاهب، أنه هو العراب، هو الذي مبكرا فتح القنوات مع الإسرائيليين، وهو الذي أراده الإسرائيليين. وأنا أقول بوضوح الآن يا دكتور أنه كان مرتبا له أن يصير هذا الضرب. الآن الإسرائيليين لا يريدون نتنياهو، يقول أنه لا يريد محمود عباس في الصورة. من الإسرائيليين؟ نتنياهو أعلنها بوضوح بعظمة لسانه، قال نحن حريصون على بقاء محمود عباس لأنه لن يخدمنا أحد كما خدمنا، ولن يخدمنا في المستقبل أحد كما يخدمنا، وبالتالي نحرص على بقاء محمود عباس. قالها حديثا، قالها من منذ 10 أيام، كررها هذه العبارة أكثر من مرة نتنياهو، وإذا كانت ذكرها في لقاءات أخرى لا أعلم ذلك، لكن سمعت أنك طيب يعني أنت ترى أنه هو كنز استراتيجي الإسرائيلي يعني. طيب خلينا نروح للأستاذ حسام الشاكر. أستاذ حسام، البعض يرى أنه قصف مستشفى الشفاء مثلا هو يعني بحث عن انتصار ولو شكلي لنتنياهو بعد إخفاقاته المتعددة وبعد تأجيل أكثر من مرة الدخول البري. كيف تقيم هذا الرأي يا أستاذ حسام؟ في الواقع من يلحظ الخطاب العسكري والسياسي لقيادة الاحتلال يدرك أنه ثمة ترميز لمستشفى الشفاء على أنه مركز الشعب الفلسطيني ومقاومة الشعب الفلسطيني، مركز غزة، وبالتالي وضعه في البؤرة، وهذا له أهداف مركبة، منها طبعا تبرير العدوان على المستشفيات بشكل عام من خلال نزع الصفة الطبية عنها إلى آخره، تبرير جرائم الحرب البشعة التي يقترفها كل يوم، وأيضا في محاولة لمنح صورة انتصار وهمية زائفة من خلال محاولة السيطرة على المستشفى وربما ارتكاب فظائع داخله،
وتصبح غزة هي مستشفى الشفاء، ودخول مستشفى الشفاء يعني دخول مركز القيادة. هذه السردية من الواضح أنها تكشف عن عجز الاحتلال في الميدان وعن إخفاق أيضا أدائه السياسي والدعائي. وأنا أتصور هنا من يواكب الخطابات التي تصدر عن قيادة الاحتلال ممثلة بنتنياهو وفريق العسكري في مجلس الحرب، أو ما يصدر عن متحدثي جيش الاحتلال، يلاحظ أننا إزاء حالة من الارتباك وحالة من التي وحالة من العجز. البارحة في المؤتمرات الصحفية التي عقدت وجدنا قدرا هائلا من الشهود الذهني، الإخفاق الواضح في التعبيرات، في تعبيرات الكلمات، التوتر الواضح. وبالتالي عندما يتحول المستشفى إلى مركز الهدف لحملة عسكرية ضارية تجيشت لها دول الغربية بهذا الشكل، نحن إزاء مشهد كاريكاتيري في الواقع، مشهد يعبر عن مأزق الاحتلال في الميدان الذي يحاول تعويضه من خلال حصار مستشفيات. والكل يلاحظ أنه في الحروب عمليا توجد أهداف مرئية في الميدان، يعني تحاول الجيوش الغازية أن تكسب الجولة بها من خلال استحواذ على الصور. اليوم هذا يحاول المحتل أن يفعله من خلال حصار مستشفى. هذا مشهد بلا شك أنه مشهد ساخر جدا، يشير إلى المأزق الميداني والسياسي والدعائي والأخلاقي عند قيادة الاحتلال. وفي تقديري أنه الاحتلال بعد 7 أكتوبر ليس كما كان من قبل. هذا الاحتلال مرتبك، عاجز عن التفكير، فاقد للتركيز، غير قادر على استجماع قوى الذهنية. هذا وجدناه أيضا امبارح في المؤتمر الصحفي الثلاثي لنتنياهو ومجلس الحرب. نحن إزاء مشهد فعلا يعبر عن مأزق الاحتلال. وفي نهاية المطاف السيطرة على المستشفى هي جريمة حرب بالدبابات بهذا الشكل. اليوم سمعنا حديثا عن 300 لتر من الوقود جيش الاحتلال يريد أن يقدمها للمستشفى في خطاب دعائي تحت مدافع الدبابات. هذه حكاية لا يمكن أن تقنع أحدا في العالم. رد مستشفى الشفاء كان واضحا، عندكم الصليب الأحمر، لماذا لم تقدموا هذا للصليب الأحمر؟ السردية الدعائية التي تقدم سردية ساذجة، ليست مخصصة للأذكياء في هذا العالم ولا لحاملي الضمائر. في نهاية المطاف الشيء المؤكد عندنا أن الاحتلال أيضا يدفع ثمن هذا الأداء السياسي والدعائي والعسكري مدفوع بالنار في مستشفى الشفاء وفي غيره. اليوم ضمائر عدة تتحرك حول العالم. البارحة قالت الاحتلال من أنتم، يقول للعالم وللدول الغربية من أنتم لكي تعطونا دروسا في الأخلاق. نحن لا أحد يعطينا دروسا في الأخلاق. هذه الغطرسة في مواجهة العالم تشير إلى مأزق الاحتلال الذي يريد أن يتصرف لأنه فوق العالم، فوق المواثيق، فوق القيم، وأيضا هو يقوم بالتهجم على من يدعمه بهذا الشكل. وقد تهجم وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهن على أمين عام الأمم المتحدة قبل أسابيع، ونتنياهو في مجلس الأمن بطريقة لم يجرؤ سياسي في العالم أو وزير خارجية أو مندوب دولة على التهجم على غوتيريش من قبل أو من كانوا في هذا المنصب في أي وقت سابق. هؤلاء يتصرفون على أنهم فوق البشرية، فوق العالم، يمارس الغطرسة، وأن لديهم الحق في أن يقولوا كل شيء، وهذا باسم سرديات ساذجة حيكت لهم وقدمت لهم على طبق من ذهب لنحر الشعب الفلسطيني ونحر القيم في هذه المجازر البشعة. وأضيف على ده، نتنياهو النهاردة كان بيكلم على بيعقب على كلام ماكرون وبيقول أنا لا أتفق مع ماكرون بخصوص ضرب مستشفى الشفاء. طيب أنا سؤال الأخير للدكتور ربحي. دكتور ربحي يعني يقول هيكل في أحد كتبه أن مصر كانت الدولة العربية الوحيدة التي لم يكن لها جبهة داخل الفصائل الفلسطينية في وقت كبير أو طويل. كان للعراق جبهة، كان لسوريا جبهة أو البعث يعني، كان للأردن جبهة، ولكن مصر ظلت مصر على علاقة بحماس، وإن كانت علاقة يعني كبالع الموس لا يستطيع أن يبلعه ولا يستطيع أن يلفظه. ولكن الآن نشعر بأن العلاقة بين المقاومة حماس ومصر أو إدارة المقاومة المصرية ليست كالسابق. كيف تقيم هذا الرأي يا دكتور ربحي؟ أخي طبعا الكل يعلم أن مصر اليوم ليست مصر الأمس.
ولن تكون مصر الأمس. مصر مرت بمراحل تاريخية مهمة. كان هناك عبد الناصر، كانت علاقة جيدة بين الراحل عبد الناصر و يعني قيادة حركة فتح، و ثم جاء السادات، و وتعلمون يعني مسيرة السادات منذ أن تولى سدة الحكم وإلى أن رحل. ولا أريد أن أعيد سرد ما قام به. ثم تبع ذلك ما تبعه إلى يومنا هذا. الآن مصر أصبحت للأسف الشديد أصبحت كوسيط بين العرب والكيان الصهيوني، ويكررها الرئيس المصري الحالي أنه يعني وكأنه ليس معنيا في كل ما يجري في غزة. وعلى أي حال لست في معرض مناقشة ذلك، لكن مصر العروبة، من أشعر بمرارة مصر العروبة التي يعني كان لي شرف أنني درست فيها وفي بدايات ستينات القرن الماضي وعشت فيها وبين أهلها. مصر الشعب تختلف، مصر الشعب ليست مصر السيسي وليست مصر السادات وليست مصر عبد الناصر. مصر الشعب المصري عروبة مصر يعني تلمسها مع كل مصري أينما التقيته. وبالتالي مصر لن تكون إلا يعني إلا مصر العروبة التي نعرفها، يعني شعب مصر. وبالتالي يأتي هذا وذاك ويرحل، لكن مصر تبقى هي مصر. فالمواقف كما قلت لك يعني اختلفنا كثيرا مع السادات في فترة من الفترات. دكتور ربحي، يعني حديثك عن الآن، دكتور ربحي حديثك عن الآن، العلاقة يبدو أنها ليست كأيام عمر سليمان ما بين المقاومة الفلسطينية وبين المخابرات المصرية، كيف تقيم هذا الرأي؟ أخي أنا منذ حولوا العلاقة بين فلسطين ومصر بشخص مدير مخابرات، يعني هذا تقديم لفلسطين، ومن قبل ذلك أيضا أحمله المسؤولية. لا وضح لي دكتور ربحي، لا وضح لي العلاقة كانت تفترض أن تكون بين شعبين. دكتور ربحي وضح لي النقطة اللي حضرتك ذكرتها، أن يتحول الملف الفلسطيني إلى مدير مخابرات. طب ما هو طول عمره كان مع مدير مخابرات. أوكي صحيح صحيح، أنا أعني العلاقة بين الشعب الفلسطيني يفترض أن تكون يعني أرقى من ذلك، لكن منظمة التحرير حينما قبلت أن تكون أداة يعني في يد رجل مخابرات، هذه في تقديري ساهمت في تقزيم فلسطين وتقزيم القضية الفلسطينية، وحولتها من قضية بين شعب إلى قضية بين رجل ورجل مخابرات يعني لديه الشؤون الأمنية، المخابرات والقضايا الأمنية المتعلقة بالدولة أصبحت قضية أمنية وقضية ليست قضية سياسية ولا قضية وطن. وبالتالي هذا التقزيم لا يليق بأن يعني يقبله الفلسطيني ولا القيادة الفلسطينية سواء السابقة أو اللاحقة، بصريح العبارة. دكتور ربحي يعني والله أنا سعيد بوجود حضرتك معانا النهاردة، بشكرك جدا الدكتور ربحي حلوم الدبلوماسي الفلسطيني، وأنا الحقيقة يعني مشفق عليك إزاي تبقى دبلوماسي وثوري في نفس التوقيت. أنا يعني دي مهمة صعبة جدا، كيف تتمكنت من أنك تكون دبلوماسي وثوري في نفس الوقت؟ على أي حال اتفضل. أخي اسمح لي بكلمة هنا. اتفضل. أنا منذ يعني فتحت عيني وعمري السابعة على جثة والدي وهو شهيد، وهذا المنظر هو الذي يحكمني منذ طفولتي حتى الآن. وإن كنت دبلوماسيا لكنني لم أمارس
عملي دبلوماسي كما يفترض أن يكون العمل الدبلوماسي. كنت وأنا سفير كنت يعني أشعر بخجل أن أكون سفيرا، لأنني كنت يعني أحرص عن أكون بين أهلي وشعبي ومناضلي وقواعدي والمقاتلين في الميدان. وإن كنت كما قلت لك أنا بلغت من الكبر عتية، لكن يعني لحسن حظي أنني استطعت في فترة من الفترات أن أعيش ميدانيا بعيدا عن العمل الدبلوماسي وإلى آخره. وهذا أنا حرصت وبقي مؤلفي من 1000 صفحة وفيه الوقائع الكاملة لكل ما جرى في علاقاتنا كفلسطينيين مع مختلف الأطراف، واسمه وفاء للتاريخ، بما فيه أين أخطأنا وأين أصبنا. هو كتاب نقد للذات أكثر من وتأريخ لحقبة مهمة. وحرصت قبل أن أتوفى إلى يعني بين يدي ربي أن أضع هذه الأمانة بين يدي أحفادي وأحفاد أحفادي. لذلك وبقي هذا الكتاب ممنوع من الصدور 20 عاما في عدة دول عربية، إلى أن يعني أمكنني التغلب على هذه العقبة وأصدرته بعد 20 عاما من الانتظار ومنع في معظم الدول. صدر إمتى دكتور ربحي؟ صدر إمتى؟ هذا؟ الكتاب؟ أيوه. هذا صدر ب 2013 وهو موجود في الأسواق دلوقتي يعني؟ موجود. نعم نعم نعم. أنا يعني بإمكان أن أرسل لك لو عليها توقيعك حبيب حسام، يبقى لو عليها توقيعك نسخة عليها توقيعك يبقى من عينيا، من عينيا سأؤمن لك بأي شكل، وأرسله عن طريق الأخ حسام الأقرب أعتقد. إذا كان يعني أين ممكن أن أرسله لك؟ بتسألني أنا دكتور؟ نعم. زميلي اللي اتصل بحضرتك ممكن يرتب مع حضرتك المكان. سأؤمن له من الآن. أنا شاكر لحضرتك جدا. يحتوي كل الوقائع بوثائقها كتاب توثيقي، وبالتالي هاي أهمية الكتاب. لو وصلني بدري يا دكتور هحاول نستضيف حضرتك ونعمل حلقات عنه. يسعدني ويشرفني أخي، وأنا سعيد أن أكون مع أخونا وحبيبنا حسام رفيق الدرب. أعتقد بهذا دكتور ربحي، وأود أن أنتقد رسالة مهمة للتاريخ أيضا. وقد ذكرتم بأنكم قد أدركتم القضية منذ أن رأيتم الشهادة عند الوالد رحمه الله، وهذه رسالة اليوم الشعب الفلسطيني لابد أن يدركها ويدرك العالم أجمع، بأن ما يجري هو وقود لحرية هذا الشعب. عندما نجد أطفال فلسطين يرون هذه المآسي بأعينهم، إنما يدركون أن فلسطين أصبحت أقرب، وأن الحق أصبح أقرب، وأن التضحيات الهائلة وهذه المآسي لن تجرع الشعب من كأس الهزيمة، وإنما ستشحن إرادته نحو الحرية، نحو العدالة، وستكون أمته معه، ستكون مصر والإقليم بحيالها وحال العالم معه أيضا، لكي تستمر هذه المسيرة. الاحتلال أسفر عن وجهه أمام العالم أجمع، وسيخسر الجولة في الميدان عاجلا أم عاجلا، كما خسر الجولة الأخلاقية على وجه الصراع. بشكر الدكتور ربحي جدا على وعد بأن احنا نعمل حلقة عن كتابه وفاء للتاريخ. وأنا عندي سؤال أخير قوي للدكتور حسام. أستاذ حسام، حضرتك أتيت على ذكر تهور أو تصريحات نتنياهو الأخيرة التي هاجم فيها أمين عام الأمم المتحدة السيد جوتريتش، والآن نراه في حالة عصبية. هل تعتقد أنه تصريحات نتنياهو التي يواجه فيها زعماء العالم وبداية تخلي زعماء العالم عن التضامن معه، الآن نرى بايدن يختلف معه حول مستشفى الشفاء ومستشفى المعمداني، نرى ماكرون يختلف معه حول ضرب مستشفى الشفاء، فيبدو أن العالم يبتعد عنه قليلا وليس كما كان يعني. هل تعتقد أنه الآن نتنياهو يتهور، أم أنه مارد انطلق من قمقمه ولن يوقف أحد؟
في واقع الحال مواقف الدعم السخي التي منحت لقيادة الاحتلال وجيشها في الأسابيع الماضية من الأطراف الغربية، هذه المواقف جعلت الاحتلال يندفع اندفاع جنونية غير واقعية غير منطقية في الميدان وفي السياسة وفي الخطاب. يعني ما جرى من هذا الإسراف في التعبيرات الفاشية من قيادة الاحتلال العسكرية والحكومية والسياسية وحتى نتنياهو نفسه، هذه التعبيرات ما كان لها أن تحدث دون وجود غطاء سياسي مسبق. هذا الغطاء وجدناه من قيادات دول غربية واضحة كانت تمنح الاحتلال ما يكفي من المبررات، ولا زالت تمنحه المبررات الكافية للقيام بحملة إبادة وتطهير عرقي. بمعنى ما قيل الاحتلال بوضوح، أنتم لديكم صك على بياض، لديكم رخصة للإبادة الجماعية والقتل، ولكن طبعا عندما يقترف الاحتلال وجيشه الفظائع في الميدان سيحاول قالة العالم الحر المتحضر بين المزدوجين أن يتنصلوا من هذا من خلال تعبيرات معينة، نصحناهم بأن لا يفعلوا، عليكم أن تحاولوا أن تتجنبوا المدنيين. لكن الاحتلال، ولابد أن نكون واضحين، الاحتلال لا يمكن كان أن يستمر في هذه الوحشية سوى أنه مدعوم سياسيا وعسكريا ودعائيا من دول غربية بوضوح على جانبي الأطلسي. وهنا نقول إن الاحتلال يمثل أيضا عبئا على داعمين، عبئا أخلاقيا وعبئا سياسيا، وسيكون هذا اغتيالات عميقة حتى على مصالح الدول الغربية التي تحاول أن تستخدم الواقع الأخلاقية والحقوق والقيم والمبادئ والقانون الدولي في صراعات أخرى، وإذ بها تطيح بهذه الواقع بين عشية وضحاها. في أوكرانيا تمثل واقع القانون الدولي والقيم والأخلاق وجرائم الحرب أداة مهمة لاستقطاب الغرب في مواجهة روسيا. فجأة وجدنا في أسابيع معدودة وقع إسقاط هذه الواقع وتبديدها، وهذه تحديدا ما نبه إليها مفوض الشؤون الخارجية الأوروبي جوزيف بوريل عندما قال نفقد سلطتنا الأخلاقية في الاتحاد الأوروبي. هذه السلطة لها قيمة، أوروبا تضحي بها لأجل من؟ لأجل حملة عدوانية وحشية فاشلة في الميدان تخفق كل يوم، تعجز كل ساعة أن تتقدم، ولكنها تنجح في مهام إبادة وتطهير عرقي وقتل جماعي واقتراف فظائع ومطاردة المستشفيات. هذا مشهد سيكون له ما بعد في السياسة الدولية. وهنا أشير أيضا، وكان السؤال يتعلق بمصر ودورها قبل قليل، أشير هنا ثمت فرصة لأي عقل استراتيجي موجود الآن في القاهرة أيا كان موضعه في السياسة أم في الجيش أن يدرك أنها لحظة سانحة لإعادة التموضع. تستطيع مصر أو أي دولة أي قيادة كانت في الإقليم تستطيع اليوم أن تدرك فرصتها بإعادة التموضع. باب القفص انفتح، لم تعد ثمة فرصة للتحكم بالمنطقة كما كان من قبل. من يريد أن يتصرف وكأن الهيمنة الإسرائيلية المدعومة غربيا ما زالت بنفس القدرة السابقة فهو واهم. ثمة فرصة متجددة يمكن استفادة من الحدث الذي يجري الآن على أنه فرصة حقيقية، ليس فقط لتصريف مواقف وتسليك وساطات، ولكن توجد حاجة حقيقية لإدراك أهمية إعادة التموضع الاستراتيجي. لا يعقل أن تحاول دول أفريقية جنوب الصحراء أن تتمرد على سياسات ما بعد الاستعمار وتبقى عواصم عربية لها ثقلها، لها جيوشها، لها إمكاناتها، عالقة في منطق 30 سنة من خطاب الهزيمة أو 50 سنة من خطاب ما بعد 67. أنا في تقديري ثمت حاجة للإفاقة الاستراتيجية على مأزق هذه القاعدة الحربية الاستيطانية الإحلالية في المنطقة، والبديل عن هذه الإفاقة هو الإذعان والانصياع لمنطق التخويف بالنووي، التخويف بحاملات الطائرات، التخويف بمصير غزة. تستطيع اليوم العواصم العربية أن ترفع رأسها، أن تعبر عن كلمتها ولو بالحد الأدنى، أن تجمع قواها وأن تخوض التحدي على الأقل في قافلة مساعدات إنسانية قادرة على الوصول إلى غزة وعلى إحراج الاحتلال وعلى حشره في الزاوية بمنطق إنساني، منطق عمل عربي مشترك. لا يمكن لأحد أن يقف في وجه هذا. الاحتلال سيخسر الجولة أمام شاحنات إنسانية تدخل رغم أنف الاحتلال. توجد فرصة، وأنا أقول هنا توجد فرصة يا صانعي القرار في المنطقة، يا ممسكين بزمام الجيوش، يا من لديكم أجهزة تعقب ورصد للمواقف والتطورات، توجد لديكم فرصة للانعتاق من قفص أنتم حبيسين فيه مدة طويلة. توجد لديكم فرصة أن تخوضوا جولة دون
إراقة قطر الدم واحدة، جولة إعادة تموضع، إعادة ترتيب خياراتكم الاستراتيجية. لو كان هناك إرادة يا دكتور أستاذ حسام، لو كانت هناك وعي وإرادة وضمير، ولكن على الأقل إن لم تدرك هذه فثمة مشكلة حقيقية بالنسبة لأمن المنطقة الجماعي بكل تأكيد. الأستاذ حسام شاكر، الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، بشكرك. دكتور ربحي حلوم، الدبلوماسي الفلسطيني السابق، بشكرك جدا. نقدم حديث كان شجون عند الدكتور ربحي المحمل حياة بعبق تاريخ طويل من النضال في القضية الفلسطينية، محمل برؤى عقلية منطقية للأستاذ حسام شاكر، وده كان روعة الحوار النهاردة. كل الشكر والتقدير لحضراتكم، وقبلهم كل الشكر والتقدير للجمهور. إلى أن نراكم غدا إن شاء الله، وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة. تصبحوا على وطن حر. تصبحوا على خير.